أيضا غير كئيبة، يعني تستحقون شوية على هذا الحضور الجميل، تستحقون الأمل. يعني قصائدي الأولى كانت كئيبة. القصيدة الأخيرة: عطروا خلاياك، عطروا خلاياك، غابات جحافل من أحصنة ملوك السلافيين، أصيل مثل زجاجيات بيت جدتي، عطروا خلاياك، واضح مثل الفجر، حاضر بألفة محتشدة غارقة في الإيحاء، عطروا خلاياك، منشرح مثل قبضة فلاح على أول غلة في موسم، عطروا خلاياك، خيام خيطت من مسك، نهار مشرق من ربيع متأخر، نعاس تراب قرية بعد رقصة مطر على عشبها، سماء مزينة بالنرجس، عطر خلاياك، بيوت مليئة بأعراس، حر ودود طفل مهد قطيع عسل بري، عطر خلاياك، ضحك صراخ لا ملل، أحيانا صامت غامض هادئ فريد أو مزدان كالحدائق المقلمة، عطر خلاياك، يخترق أنفي الصغير، أنفي الصغير المسكين، كم أتمناه ضخما في هذه القصيدة كمكتبة المدينة التي تملك الحروف كلها، قوارير عطوري الممسوسات برائحتي، خلايا سأرميهن الخائنات. وشكراً.